دفاعية من خوالد وهناك خطأ. هناك خطأ يقول الحكم. دقيقة في اللعب جمال، ما لازمش اللاعبين يخرجوا من المباراة. صحيح. هذه المباراة اللي تكلمنا عليها مطلوب منهم التركيز والشد في الأعصاب ديالك. 13 دقيقة كل شيء ممكن في كرة القدم، مازال الشوط الأول والشوط الثاني. تدخل كان عميب صغير على خوالد القائد في هذه المباراة الكبيرة والأفضلية. طبعا القائد مع القائد في مواجهة كبيرة انتهت بخطأ. زيماموش يلعب كرة خاطئة، زيماموش من هناك، جاليت يحاول جاليت أن يفتش السامي، يحاول ليس هناك أي شيء. يقول الحكم لا وجود لضرب الجزاء، يشير الحكم السيد نسيب والجماهير تطالب الحكم بضرب الجزاء لمصلحة البلدية. سنشاهد في الأرض البطيء ماذا حدث بعد ذلك. الجماهير الغاضبة الآن على قرار الحكم، مرة يشير وخوالد، مرة وهناك احتكاك أيضا بين سامي يشير وبين خوالد القائد والتعثر داخل منطقة الجزاء. طبعا هناك لقطة واضحة وأعتقد أن هناك ضربة جزاء. هذه لقطة مثيرة للشك ولكن الحكم شاهد غير ذلك. هي الكرة مرفوعة، الحارس زيماموش ينقذ مرماه من هذه الكرة المقوسة لمصلحة المولودية. أعتقد ضربة جزاء فيها خاصة داخل منطقة المنتخبات. لأن ضمن على حسب رأيي الحكم كان بعيد على الفرصة، وإن كان قادر كان قريب كان قادر يصفر ضربة جزاء. كان بإمكانها طبعا. هذه جزارة مولودية متواصلة لمساعدة الفريق المتأخر في النتيجة بواحد مقابل لا شيء. بداية من دقيقة 13، هل يكون الحكم السيد نسيب رضوان قد حرم المولودية من ضربة جزاء صحيحة؟ جيجار كنا شاهدناه وهو يتأمل هذه البداية الصعبة لفريقه المولودية. الكرة تنتهي إلى رمي تماس لدفاع المولودية عن طريق بصغير اللاعب السابق للاتحاد. ملعوبة الكرة طويلة توصل مباشرة لفرحات، البحث من هناك عن المرور القوي والممتاز في هذه الكرة لمصلحة الاتحاد، ولكن تغطية من بليد. المرور الممتاز من جديات ولكن تعود